خلينا نشوف حالة الطقس والجو عامل ايه. شايفين الجو ابتدى يلطف شوية، لكن مش عارفين ماروتيا دايما بيبقى لها رأي تالت الحقيقة. يا ماروتيا صباح الفل. صباح الخير يا اسحاق، صباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور. احنا مع حضراتكم النهارده من الهيئه العامه للارصاد الجويه، ومعانا لقائنا الاسبوعي مع استاذ محمود شاهين المدير العام الاداره العامه للتنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس. صباح الخير. صباح الخير استاذ مراتي، اهلا بيك. الجو بالليل بقى لذيذ ولطيف وفي نسمه هواء كده، وتحب ان احنا مثلا نتمشى كده في الشارع، الناس حتى بقت في الشوارع بتتمشى والدنيا لذيذه. احكي لنا بقى اكتر عن الجو الصبح، وبرده اكد لنا معلومه بالليل. وطبعا بالليل ده شيء طبيعي لان احنا بننتقل من شهر 8 واغسطس، وبعض الكومنتات كانت بتقول عام اغسطس لانه فعلا كان طويل جدا وكانت الاجواء فيه صعبه جدا هذا العام. فبننتقل طبعا داخلين على سبتمبر، او دخلنا في سبتمبر وداخلين قربنا من فصل الخريف، هيبدا معانا يوم 22/9. فخلال الفتره دي وتغيرات الكتل الهوائيه بتبدا نحس بالتغيير ده في فترات الليل، فهي فعلا بدأ بفترات الليل انخفاضات واضحه في درجات الحراره، نسب الرطوبه ايضا فيها انخفاضات. ايضا خلال فترات النهار ما بقاش فيه موجات شديده الحراره اللي كنا بنشوفها بشكل كبير في شهر اغسطس. الطقس يعتبر حار ورطب خلال فترات النهار وخلال ساعات النهار، يعني بنستشعر شويه من نسمات الحراره اثناء تعرضنا لاشعه الشمس، اثناء تواجدنا في اماكن مقفوله بنحس بارتفاعات الرطوبه، بنبدا نعرق بشكل كبير لان لسه الرطوبه مرتفعه، وده اللي بيزود احساسنا شويه بالحراره خلال فترات النهار. الاجواء الى حد كبير بدات تستقر وبدات الامور تكون يعني معتدله في فترات الليل. الشبوره المائيه اللي بتتكون بعد الفجر وبتستمر معانا لغايه الساعه 7 الصبح يعني بدات كثافتها تزيد شويه على الطرق، خصوصا كلما ما قربنا من طرق زراعيه او طرق قريبه من مسطحات مائيه. بدات تتكون سحب في الساعات الاولى من الصباح بتقلل شويه من ارتفاع درجات الحراره بدري، فبنحس ان الجو الصبح برضو لطيف الى حد كبير. السحب دي بيبقى ليها تأثير خلال الأيام اللي جاية بفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية، خصوصا عند السلوم، مطروح، العلمين، الساحل الشمالي. المناطق دي هتشهد أمطار خفيفة خلال ال 48 ساعة اللي جاية أو ال 72 ساعة اللي جاية. ده طبعا برضو إحدى علامات تغير الكتل الهوائية سواء في طبقات الجو العليا أو على سطح الأرض. يعني تدريجيا إن شاء الله هنبدأ ندخل في فصل الخريف والاعتدال في درجات الحرارة، لأنه يعتبر طبعا فصل الخريف من أجمل فصول العام من حيث درجات الحرارة. يعني واحنا كده بنتكلم كده في الكواليس كانت الناس عمالين بيقولوا احنا فعلا تعبنا قوي بقى خلاص من الصيف، فهل بقى لكل الناس بقى اللي تعبت من الصيف خلاص احنا بنخلص الصيف اهو الحمد لله ترتاح شويه؟ الى حد كبير، الى حد كبير. الموجات شديده الحراره اللي كنا بنشوفها في اغسطس ان شاء الله دي مش موجوده معانا حتى نهايه فصل الصيف باذن الله. طيب قبل بقى دخول المدارس الناس بتلحق كده ان هي تسافر لها مثلا يومين بيحاولوا يعني يلحقوا ما تبقى من الصيف، لو الناس بتفكر ان هي لسه تسافر تروح فين بقى؟ يعني كل السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط الاجواء فيها ممتعه جدا جدا جدا، درجات حراره من 29 ل 30 درجه. السواحل طبعا البحر الاحمر بتكون اكثر ارتفاعا في درجات الحراره، ولكن كلما اقتربنا من الشاطئ طبعا سواء في بحر متوسط او في بحر احمر الاجواء معتدله جدا. خلال ال 48 ساعه اللي جايه في ارتفاعات امواج شويه عند اسكندريه، الساحل الشمالي، مطروح، المناطق دي بس دي هتشهد ارتفاع في الامواج، فممكن في بعض الشواطئ يعني حمايه الشواطئ يقول لهم مثلا ما تخشوش جوه مسافات طويله، يقللوا عدد المصيفين اللي موجودين على الشاطئ، يقفلوا بعض الشواطئ، فيعني خلال ال 48 ساعه اللي جايه بس. طب امتى بتنتقل بقى النصيحه من ان احنا نسافر للساحل الشمالي او يعني كل السواحل الشماليه لان احنا نسافر للبحر الاحمر؟ امتى بيكون البحر الاحمر هو الاحسن؟ لا، هو طبعا البحر الاحمر بيكون احسن بالنسبه للناس القريبه منه اللي موجوده في الجنوب، يعني الناس اللي موجوده في المناطق الجنوبيه بدل ما تطلع الاسكندريه سواحل البحر الاحمر طبعا ما فيش كلام ممتعه جدا، بس احنا انا بتكلم ان المقارنه يبقى سواحل البحر المتوسط افضل، انما اي طبعا سواحل مصر كلها سواء بحر متوسط او بحر احمر الاجواء جميله جدا، ولكن في تعتبر مناطق تعتبر مشته في جمهوريه مصر العربيه زي غردقه، شرم الشيخ، الى حد كبير اللي بيحبوا يصيفوا عارفين ان دول يروحوها في فصل الشتاء، دول يروحوها في فصل الصيف، يعني بتبقى الى حد ما المصيف بيبقى عارف هو رايح فين يعني. طيب اخر نصايح كده ممكن حضرتك تقولها لنا بقى مع بدايه شهر 9 وبدايه الانتقال من الصيف للخريف؟ ناخد بالنا بس الفتره اللي جايه هنتابع النشاط الجوي بشكل كبير، فرص سقوط الامطار المناطق الساحليه هتبدا تظهر، فسكان المناطق الساحليه يبداوا يشوفوا فرص سقوط الامطار امتى،
مع تقدم الأيام هتبدأ درجة الحرارة الصغرى تنخفض، نكون حذرين ونتابع مع بعض النشرات الجوية، نتابع كثافة الشبورة الأيام اللي جاية، لأن ممكن في أيام ننوه عنها إن الشبورة كثيفة شوية، اللي عندوش مشوار بدري يحاول يتأخر شوية قبل ما يطلع الصبح. يعني إلى حد كبير هنتابع بقى، لأن فصل الخريف فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة. العفو صباحك يا طب. كنا مع حضراتكم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولكل الناس يا جماعة اللي بتقول كده جواها أو بتقول عامة إنه خلاص إحنا تعبنا جدا من الصيف، إحنا خلاص بنخلص الصيف وبدأت كده الأجواء إن هي تتحسن، وإن شاء الله ما فيش أي نوع من أنواع درجات الحرارة المرتفعة جدا أو التقلبات الفظيعة جدا لغاية نهاية فصل الصيف. يا رب دايما يكون الجو حلو عليكم. خلونا نرجع دلوقتي للاستوديو. أمين يا مروتي، يا ربنا يطمنك. يعني أخبار حلو، بس حاسس كده أنك عايزة تصيفي، عمال تتكلم على شاطئ البحر الأحمر ولا المتوسط يعني، بس مهم أن الجو حلو الفترة دي إن شاء الله ويبقى جو جميل.